بيكي وببارك لك على المسلسل. كلميني عن تجربتك اكتر في المسلسل والشخصيه اللي بتقدميها. انا بعمل شخصيه اسمها ضحى سميح، المفروض بنت الاستاذ حجاج عبد العظيم. هي بنت بسيطه جدا شبه بنات كتير، مدرسه مزيكا، مخطوبه لوائل. وائل ده جارها من هما صغيرين، متربيين تقريبا سوا هما الاثنين. تحصل بقى مشاكل تفاصيل كتير قوي لحد ما يدخل المسرح ويكون سبب دخولها المسرح وراه، احداث بقى وتفاصيل جوه كتير. ازاي حضرتك الشخصيه؟ والله بصي، طبعا احنا قعدنا كلنا مع استاذ رؤوف، قعدت مع استاذ رؤوف فهمني الموضوع، لان كان بيبقى فيه الاول كده تعريف للشخصيه بسيط، اتناقشنا وصلنا لحاجه لطيفه مع بعض. حاولت الى حد ما ما خليهاش قريبه من اي حاجه انا عملتها قبل كده. في حاجات كتير عكس شخصيتي، بس هي ميزتها ان هي شبه بنات في بساطتها، بتستحمل شويه حاجات، عندها شويه يعني، هي انسانه صبوره، انسانه لطيفه ورقيقه الى حد ما. فحاولت ان انا حتى ما تبقاش يعني ما تبقاش الشكل المعتاد اللي احنا كلنا عارفينه، حاولت اني ابسطها بس بطريقه مختلفه شويه. ايه صعوبات واجهتك عشان تحضير الشخصيه يعني في التوليد؟ والله بصي، هو مش صعوبات، هو ارجع واقول لك تاني ان انا كجنى وانا بذاكر ما احبش ابدا ان انا اقرر حاجه عملتها قبل كده، دي اكتر حاجه اكون مركزه فيها. لو في حاجه جوه مختلفه، لان احنا بنعمل مسرحيات جوه المسلسل، احاول ان انا الحاجه المختلفه اللي بعملها جوه في المسرحيه ما تبقاش تيبيكال من الشخصيه اللي انا بعملها. بس ردود الافعال بقى عن المسلسل والشخصيه اللي بتقدميها كانت عامله ازاي؟ والله لحد دلوقتي اتعرض 5 حلقات، الحمد لله ردود افعال مرضيه ومشجعه جدا الحمد لله. مستنيين بقى باقي الحلقات والاحداث، لان 5 حلقات معظمها كانت تقديم للشخصيات، شويه احداث بدات. ان شاء الله اللي جاي يبقى الطف واحسن كتير. احلى حاجه يعني، احنا كلنا اصحاب اصلا، كنا سكشن واحد في المعهد، وكلنا اصحاب اصلا، بعيد عننا سكشن واحد احنا اصحاب، دايما ندعم بعض. لو شفنا في حد حاجه، لا اظبط التفصيله دي، بنذاكر مع بعض. يعني احلى حاجه في الدنيا الطاقه الحلوه اللي بينا. لا انا اشتغلت معاه قبل كده في مسلسل سوشيال، عملت معاه شخصيه سلمى. واستاذ رؤوف اصلا انا اول ما عرفت ان هو مخرج المسلسل يعني كنت مبسوطه جدا ومرتاحه جدا، لانه بصراحه من المخرجين المهمين الموجودين دلوقتي. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيدي مساحه للممثل انه يطلع اللي جواه بكل سلاسه كده، يعني تفكيرنا مع بعض بنوصل لحاجه مريحه جدا في الاخر. المسلسل ده قصته مختلفة عن أي حاجة في الدنيا. يعني هو كان مشروع في المعهد، كان امتحان دكتور أشرف زكي. دكتور أشرف مش عايزة أقولك قد إيه كان هو الدعم والتشجيع وكل حاجة حلوة، إن المشروع ده مش هيقف على هنا، هنعمل بيه كل حاجة حلوة. بس ما كناش طبعا متخيلين إنه مسلسل. بس رد فعلك إيه لما عرفت إن هو هيتحول لمسلسل؟ بصي، هو انا اشتغلت قبل كده ومثلت في مسلسلات قبل كده، بس الموضوع مختلف جدا. فكره انه احنا بنعمل برضو عمليه اعاده احياء للمسرح، وبنعمل مسرحيات ثقيله بممثلين نجوم، ما يتقارنوش طبعا باي حد، بس الموضوع مختلف جدا. فالموضوع محتاج مذاكره كتير وتركيز وطاقه، والحمد لله الطاقه الحلوه موجوده ما بيننا، بس الموضوع محتاج رستقه كده واحنا بنشتغل. لا لسه. اول ما يجي هقول لك. ان شاء الله. لا مفيش حاجات يعني. لا، في بيتعرض لي مسلسل دلوقتي اسمه اولاد عابد. بيتكلمني عن التجربه الشخصيه اللي اولاد عابد. انا بعمل شخصيه الدكتوره منى. المفروض المسلسل ده كان عرضه رمضان اللي فات بس اتاجل، بيتعرض دلوقتي على NBC. شاهد شخصية جديدة جدا عليا كليا اسمها الدكتورة منى، هي حفيدة عابد اللي هو بيقدمه استاذ رياض الخولي. الدكتورة في صراعات عائلية اصلا، المسلسل بيتكلم عن ميراث وعيلة وحاجات، هي بعيدة كل البعد عن الحاجات دي، متضايقة من تفاصيل البيت، لانها شخصية بيقولوا عليها العقلة الرزينة اللي في البيت، جواها شوية صراعات نفسية لانها ضد كل اللي بيحصل، بس في نفس الوقت مفيش في ايديها حاجه، يعني لو عليها تطير تسافر تهاجر بعيد عن البيت كله. فشخصيه مختلفه وبحبها قوي، من اقرب الشخصيات لقلبي. كان عامل بقى مع الفنان رياضي جميل. انا بصي جميل قوي قوي قوي، وطاقه حلوه وتشجيع، و بصي يعني انا مبسوطه قوي ان انا اشتغلت معاه جدا، واتمنى تتكرر طبعا.
ايه لا لسه لا لسه ميرسي ليك. ثواني.